هنتقل معاكم من نادي الزمالك للمباريات الممتعه اللي بنتابعها عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. دوري المحترفين، دوري المحترفين عامل حاله رائعه من المباريات الممتعه والمثيره من القسم الثاني الف. انت بتتكلم على مستوى عالي قوي بما يلقب باسمه الجديد دوري المحترفين. انت خلاص بتتابع المباريات كلها عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس، بتشوف عدد كبير جدا من اللعيبه اللي بقى عندها اصرار وعزيمه، لان هم عارفين ان في تسليط ضوء على الدوري حاليا، وانه بالتاكيد ده هيسمح لهم ان هم يكونوا متواجدين في اماكن وفي خطى ثابته خلال الفترات القادمه، وان هم ينتقلوا من فريق للتاني، وده من خلال طبعا تسليط الضوء والاهميه اللي بقت بتقع على دوري المحترفين. من اجمل المباريات اللي تابعناها بالامس كانت مباراه اسوان ومكادي. المباراه دي كان فيها شد وجذب شديد جدا، وانتهت بفوز اسوان بنتيجه 3 اهداف مقابل هدفين. دي المباراه الأولى. المباراة الثانية قدر يفوز بترول أسيوط على غزل المحلة بنتيجة هدف مقابل لا شيء. أما المباراة الثالثة فجمعت ما بين مصر للمقاصة اللي قدر يتغلب على جمهورية شبين بنتيجة هدف مقابل لا شيء. المباراة اللي كان فيها غزارة تهديفية هي مباراة أبو القير للأسمدة والنصر للتعدين، واللي انتهت بفوز أبو قير للأسمدة بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء. أما عن المباريات أيضا الممتعة فكانت مباراة رايا وديكيرنس، واللي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق. أول المباريات أسوان، واللي فاز على مكادي بيرفع رصيده للنقطة إلى 10، في المقابل بيتوقف رصيد مكادي عند النقطة 9 بعد ما سجل فوز وحيد جدا مقابل 6 تعادلات، وتلقى امبارح أول خسارة أمام فريق أسوان. والحقيقة إنه في لعيبة يعني من اللعيبه اللي مستمره مع فريق اسوان، والتعاقدات اللي ما تخلتش عن فريق اسوان، واللعيبه دي التزمت بعقدها. ويجب الحقيقه انه دايما لما بنتكلم على انه فكره انه فريق يهبط لدوري القسم الثاني، ما بيكونش عارف اللاعب وهو بيتعاقد انه اللي جاي فيه ايه بالنسبه له، ولكن اللاعب اللي بيلتزم بتعاقده مع الفريق وبيكون عنده الطموح ويكون عنده الشغف. امبارح شفنا حسام عرفات زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه بيسجل اول اهداف اسوان، وعلى نفس مستواه حسام عرفات من اللعيبه كان متألقين الحياه، سواء كان في وادي دجله او حتى في الانديه اللي لعب فيها. ام بي يمكن يكون يعني اول ما انتقل لفريق ام بي جاله اصابه في رباط الصليبي ما لحقش ان هو يكون متواجد، ولكن تألق مع اسوان الموسم اللي فات وهبط معاه، لكن بيلتزم بتعاقده. من اللعيبه ايضا على قدر المسؤوليه شفناهم متواجدين اسلام جمال مدافعي نادي الزمالك السابقين، الحياه برده ملتزم بعقده مع فريق اسوان، وعدد كبير جدا من اللعيبه اللي لسه عندهم ولسه هيظهروا ولسه بالتاكيد هيكونوا نقطه تحول مع اسوان خلال الموسم ده، علشان يقدروا ان هم يقدموا مع اسوان شيء علشان يرجع مره ثانيه يشارك في دوري الممتاز بعد ما هبط الموسم ده. والحقيقه انه طفره كبيره جدا مع كابتن ايمن الرمادي قدر انه فريق اسوان يعملها في الدوري الممتاز قبل ما يرجع لدوري القسم الثاني. المباراة الثانية جمعت ما بين بترول أسيوط مع غزل المحلة، وشهدت فوز مفاجئ لبترول أسيوط بهدف دون رد علشان يرفع رصيده للنقطة الـ 12 في المركز السابع، ويبدأ يدخل يعني تدريجيا كده مرحلة المنافسة. في المقابل بيتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 14 في المركز الرابع مع مدربه الكابتن خالد عيد. المباراة الثالثة جمعت مصر المقاصة مع جمهورية شبين، شهدت أول فوز لمصر المقاصة بعد مرور 8 جولات كاملة، خسر في 4 اتعادل في 3 حقق أول مكسب علشان يرفع رصيده للنقطة السادسة في المركز الـ 17، في المقابل بيتوقف رصيد جمهورية شبين عند النقطة الخامسة في المركز قبل الأخير. المباراة الرابعة جمعت أبو قير للأسمدة مع النصر للتعدين، شهدت أكبر فوز تقريبا زي ما بقول لكم غزارة تهديفية رائعة لغاية دلوقتي في الدوري القسم الثاني بخماسية دون رد لصالح أبو قير للأسمدة مع مدربه الكابتن أيمن المزين، رفع بيها رصيده للنقطة 13 في المركز الخامس، بيتقدم خطوة مهمة جدا في سباق المنافسة. في المقابل بيتوقف رصيد النصر للتعدين عند النقطة الرابعة في المركز الأخير.
المباراة الأخيرة واللي جمعت رايا مع ديكيرنس على ملعب الماكس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بعد ما كان رايا على فكرة متقدم في بداية المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. بيرجع ديكيرنس في تحويل التأخر للتعادل 2-2، وكان يقدر على فكرة كل فريق ان هو يخطف برضه نقاط الثلاثة للمباراة، لكن انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين، وانتهت بكده بيرفع رايا رصيده للنقطة العاشرة في المركز ال 12، وبيرفع ديكيرنس رصيده للنقطة ال 11 في المركز التاسع. لسه المتعة والإثارة مستمرة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت. في دوري المحترفين النهاردة عندنا 4 مباريات. في الجولة الثامنة القناة هيكون على موعد مع المصرية للاتصالات الساعة 2:30 العصر. في نفس التوقيت الساعة 2:30 أيضا طنطا هيواجه النجوم. وفي نفس التوقيت السكة الحديد وبروكسي الساعة 2:30. مباراة طنطا والنجوم هتكون مذاعة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس 2. وآخر مباراة هتكون ما بين لافيانا وحرس الحدود أيضا في نفس التوقيت الساعة 2:30. طيب المباراة الأولى هتجمع القناة مع الاتصالات، مواجهة مهمة جدا جدا للثنائي. القناة عنده 11 نقطة، الاتصالات 10 نقاط، أكيد الفوز هيقرب كل فريق منهم من المنافسة. المباراة الثانية طنطا مع النجوم، فريق طنطا بيمشي على سطر ويسيب سطر، لغايه دلوقتي مش قادرين نحدد المشوار بتاعه عامل ازاي، يعني نتائجه مهتزه شويه مقارنه بانه المفترض ان هو من الفرق المرشحه على فكره انه يتاهل. طنطا معاه 8 نقاط في مركز متاخر، المركز ال 15، اكيد يهمه جدا ان هو يفوز مع مدربه الكابتن عمرو انور نجم الاهلي السابق طبعا في المقابل النجوم بعد استقاله مدربه الكابتن نادر السيد معاه 6 نقاط في المركز ال 18. المباراة الثالثة السكة الحديد مع بروكسي، مواجهة قوية. السكة الحديد مع 10 نقاط، في المقابل بروكسي مع 8 نقاط. أخيرا مواجهة لا فيينا مع حرس الحدود، مباراة ونقول عليها من المباريات اللي فيها قمة بكل تأكيد. كل فريق عنده طموحات كبيرة جدا في التأهل لدوري نايل. لا فيينا مع مدربه الشاب الكابتن أحمد عيد عبد الملك مع 14 نقطة في المركز الثاني، في المقابل حرس الحدود مع مدربه الكابتن محمد مكي مع 13 نقطة في المركز السادس. الفوز هيخليه في صدارة المسابقة 3 نقاط بس، يعني بتفصل صاحب المركز الأول وصاحب المركز السادس. دوري قوي جدا يستحق المتابعة في أول نسخة ليه، فارق يعني نقاط قريب جدا ما بين كل فريق والتاني، ولكن بنتمنى كل التوفيق في المنافسة أنها تستمر بالشكل ده لغاية النهاية.